حابب اعمل لك علبه سلسله كارير مود في فيفا 20. والنهارده عندنا ربع النهائي، مش اي ربع نهائي، لا النهارده عندنا ربع النهائي في دوري ابطال اوروبا ضد فريق البايرن ميونخ. زي ما انتم شايفين عندنا البايرن ميونخ يوم 7 ابريل، 7 ابريل اللي هنلعبه النهارده، هنلعب الذهاب النهارده وهنلعب الاياب كمان النهارده، وهنلعب مش كده وبس، لا بعد ما نخلص الاياب والذهاب، الذهاب والاياب قصدي، هنلعب على طول نهائي كاس الملك، نهائي الكوبا ديل ري النهارده على طول بعد المباراه بايرن ميونخ. هنلعب ضد اتلتيكو مدريد في نهائي كاس الملك يوم 18 ابريل. عندنا مواجهات حاسمه جدا، مواجهات هتحسم البطولات اللي هناخدها السنه دي، هناخد البطولات الموسم ده ولا لا ضد البايرن ميونخ، هنلعب ربع نهائي دوري ابطال اوروبا. فانا جاهز، انا جاهز جدا لبايرن ميونخ النهارده، انا جاهز لبايرن ميونخ النهارده. لكن عندنا رساله كاتبين فيها كبير المعالجين الفيزيائيين، بيقول لي ان في لاعب مصاب، في لاعب مصاب. مين اللاعب المصاب؟ خلينا نشوف. خبر سيء، تعرض ليونيل ميسي لاصابه في اصبع قدم مكسور وستغيب لمده شهرين، يعني شهر ابريل وشهر مايو، يعني خلاص موسم ميسي انتهى. والله مش عارف ميسي ده، مش عارف ميسي حظه ده، كان لسه راجع من الاصابه، رجع من الاصابه خلاص اتصاب تاني، مش عارف ايه حظ ميسي ده، كل ما يرجع من الاصابه يتصاب تاني، خلاص كده موسم ميسي انتهى، ما عادش ليه وقت ان هو يرجع، لان احنا دلوقتي في شهر ابريل، خلاص احنا في شهر ابريل وشهر مايو كده شهرين خلاص انتهى الموسم، ما فيش ميسي ما يقدرش يرجع خلاص. زي ما انتم شايفين ترتيب الدوري، عندنا في ترتيب الدوري احنا المركز التالت بفرق 6 نقط على اتلتيكو مدريد، حاجه سيئه جدا، لكن هو كمان مش مهم، خلينا نروح على طول نحاول نلعب مباراه دوري الابطال. يلا كده على طول نخش المؤتمر الصحفي، نقول البايرن ميونخ، البايرن ميونخ مش هيعرفوا يعملوا حاجه قصادنا، البايرن ميونخ مش هيغلبونا 8، البايرن ميونخ احنا اللي هنغلبهم 8 النهارده. هنلعب على ملعب الاولينز ارينا، براشفورد، نيمار، ومحمد صلاح ورونالدو بغياب ليونيل ميسي. للاسف ميسي خلاص تقريبا موسمه انتهى، مش عارف هل ممكن يرجع على اخر الموسم، ما اعرفش. على ملعب الاولينز ارينا في دوري ابطال اوروبا بقياده محمد صلاح ونيمار وكريستيانو رونالدو، برشلونه ضد بايرن ميونخ. في ملعبهم، ملعبهم مش مرعب، ملعبهم مش مرعب، احنا اللي مرعبين. اوكي عندنا الماتشات الثانيه، احنا اول ماتش هيتلعب عندنا باريس ضد الريال، ليفربول ضد السيتي، اليوفي ضد اتلتيكو، والله الماتشات كلها قويه. يبقى اكيد الماتش الاقوى هو الماتش ده في دوري ابطال اوروبا، عندنا بيريتش، ليفاندوسكي، جنابري، جوريتسكا، تياجو الكانتارا، كيميتش. احنا عندنا خط النار محمد صلاح رونالدو ونيمار، فاولز جول على طول، اول مباراه في الحلقه، اول مباراه في الحلقه، مباراه قويه، البدايه على طول من روبر ليفاندوسكي، يلا ابدا المباراه يلا. بريزيتش، 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 اهم حاجه، اهم حاجه الاطراف، بيحبوا يلعبوا على الاطراف. اقطع ديونج يلا، مو صلاح لنيمو، النيمو، 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 حرام عليك يا نيمار بقى، لحظه لحظه لحظه، لا 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 امسك امسك كيميتش كيميتش اوه ايه لا 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 يلا ها ها روح صلاح يلا صلاح روح روح ابو مكه يلا طير طير ابو صلاح لا هنضحكها زاري زاري كيميتش يا الله ها ها يلا ها روح صلاح روح صلاح ها حلو حلوه جدا جدا روح ابو مكه ابو مكه للنيمو اوكي النيمو لراشفورد راشفورد راشفورد طلع طلع لا 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 مش هيجيبوا حل لا لا اوكي اوكي بسرعه بسرعه ها 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 روح نيمار 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 لرونالدو حلو روح يا رونالدو روح يا رونالدو لا حرام عليك يا رونالدو والله حرام عليك يا رونالدو ها ها حلو حلو صلاح صلاح مكه روح روح صلاح روح صلاح صلاح حكم ضربه جزاء طب ضاعت ازاي طيب والله حرام تضيع يا صلاح والله حرام الله ها رونالدو رونالدو لابو مكة ها ها رونالدو رونالدو نيمار نيمار لرونالدو ولا صلاح صلاح لرونالدو رونالدو نيمار روح نيمار نيمار جول ليتس جو ليتس جو هو ده اللعب هو ده اللعب اللي عايزينه عشان نكسب عشان نكسب لازم نلعب باللعب الاسطوري ليتس جو
شوف 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 صلاح صلاح رونالدو رونالدو صلاح صلاح نيمار نيمار بوم راح صلاح يلا راح صلاح حلوة حلوة مو كلهم هو كلهم هجوم صلاح 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 تاني حكا حكا لا 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 تلبت علينا تلبت علينا الله اوكي خلينا نروح على طول خلينا نروح على طول لمباراه الاياب مباراه الاياب لازم نعمل كل حاجه لازم نعمل حرفيا كل حاجه عشان نحاول نكسب فكان نلعب بنفس خطه مباراه الذهاب هنلعب بنفس الخطه بتاع مباراه الذهاب لكن المره دي هنلعب بضغط عالي ضغط عالي كبير جدا اوكي يلا على ملعب الكامب نو على ملعب الكامب نو برشلونه ضد بايرن ميونخ محتاجين هدفين دلوقتي محتاجين هدفين لو جابوا فينا هدف يبقى محتاجين 3 اهداف عشان نتعادل ومحتاجين 4 اهداف عشان نكسب لازم ما نخلوهمش يجيبوا علينا اهداف ولازم ما نغلطش اي غلطات فنرجع على طول على ملعب الكامب نو اوكي بنفس التشكيله بنفس التشكيله عندنا رونالدو نيمار راشفورد محمد صلاح اوكي مش عايزين اي تريشتيجن يشاط عليه ولا كوره مش عايزين تريشتيجن يشاط عليه ولا كوره تريشتيجن ما يتشاطش عليه اي كوره عايزين نحاول نهاجم في الماتش يلا رونالدو 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 الله يبدا يلا يلا صلاح صلاح رونالدو الله روح 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 رونالدو روح رونالدو كريستيانو حرام عليك يا كريستيانو حرام عليك يا رونالدو اوكي روح رونالدو روح تاني يلا حرام يا كريستيانو انت مالك النهارده ها راشفورد روح راشفورد روح يلا ها ها نيمو انت يا نيمو ليتس جو ليتس جو على طول هدف اول نيمار في الذهاب وفي الاياب على طول يحط هدف ليتس جو اوكي اوكي لسه محتاجين هدف لسه محتاجين هدف محتاجين نهدم نهدم ما نحتفلش دلوقتي يلا ايه رونالدو ها رونالدو ممكن نرجع دلوقتي ها رونالدو رونالدو نيمو ها نيمو ارجع اضرب نيمو يا رويا صلاح محمد صلاح وحشة ايه رونالدو 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 نيمار ها 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 نيمار تاني نيمار نيمار راح نيمار عدى نيمار 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 الله عليك يا نيمار والله نيمار النهارده عالمي عالمي ابن الغدار نيمار ليتس جو ليتس جو نيمار ليتس جو عالمي عالمي يرجع على طول في المباراه 2-0 2-0 ده هنا 2-0 ده هنا اهم حاجه ما يسجلوش علينا لو ما سجلوا علينا هي هم اللي هيصعدوا نشوف نيمار تعالى قوم اضرب على طول اضرب على طول نيمار يرجعنا في المباراه حلو والله نيمار النهارده عالمي عالمي روح نيمار روح نيمار اضرب نيمار لا خطيره ما يسجلوش ما يسجلوش الكنتاره الكنتاره ليفاندوسكي ما يشوطش اهم حاجه ما يشوطش اهم حاجه ما يشوطش لا 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 صلاح يلا يلا ها الله 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 روح روح رونالدو اضرب ليتس جو ليتس جو نرجع على طول نرجع على طول رونالدو ما يرحمش رونالدو ما يرحمش ليتس جو ليتس جو مش هنخسر مش هنخسر شوف دافيز اللي كان معاهم دافيز رونالدو استنى بوم ليتس جو لا 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 ما يروحش لا لا طلع الحمد لله الحمد لله لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله ما سجلوش اوكي وقت اضافي وقت اضافي لان الماتش الاياب والذهاب الاثنين 3-1 يلا صلاح 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 روح يا صلاح روح انطلق انطلق تعب والله اللاعب اللي جنبي تعب روح روح محمد صلاح محمد صلاح ابو مكه عالمي لا فرانكي ديونج ديونج يونج نيمو ليتس جو روح صلاح كمل 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 صلاح كمل صلاح كمل نيمو اضرب نيمو هاتريك لا فجر اقطع الله حرام يا راشفورد الله العظيم حرام عليه لا لا اوف اوكي للاسف للاسف هنروح ضربات جزاء للاسف هنروح ضربات جزاء رحنا ضربات جزاء في ماتش تشيلسي ورحنا ضربات جزاء كمان في ماتش البايرن اللي مجموعه 4-4 هلا نيمار ني ني
ناي هيحطها فين؟ نيمار على طول يحطها عند الغضار. ليتس جو. اوكي لو صدينا دي ممكن نكسب، لو صدينا دي ممكن نكسب. على اليمين اهو يروح. اوكي فيدال، فيدال فيدال ارتوريتو يحطها على طول ارتور. اوكي اوكي كومان 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 والله بيضيع، والله هم اللي بيضيع، انا ماليش فيه. اوكي صلاح ابو مكه ابو مكه الله الحمد لله الحمد لله. ثلاث كور تضيع ورا بعض، ثلاث كور تضيع ورا بعض. اوكي اوكي كرة الفوز، كرة الفوز من راشفورد. اوكي ماركوس 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 راشفورد على طول الثاني. ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو مع الجود مجموعة 4-4 حد انتهى المباراة بجزاء من غير ما تسجلوا اي ضرب. اوكي عندنا اللي تأهلوا النص النهائي، باريس سان جيرمان كسب ريال مدريد، يوفنتوس وليفربول. باريس سان جيرمان يوفنتوس وليفربول، ما اعرفش هنقابل مين. اوكي هنقابل في نص النهائي، هنقابل في نص النهائي يوفنتوس. وعندنا كمان مباراه ضد اتلتيكو مدريد في الدوري، لكن دلوقتي عندنا نهائي الكاس، دلوقتي عندنا نهائي الكاس. اوكي اوكي خلينا نروح نهائي الكاس، خلينا نروح دلوقتي نهائي كاس الملك دلوقتي. اوكي على طول على طول بعد ربع نهائي دوري ابطال اوروبا، بعد ضربات الجزاء، بعد 120 دقيقه، بعدها بيومين بس، يومين بس هنلعب على طول نهائي الكوبا دي ري، نهائي كاس الملك. الكاس اللي انتوا هتشوفوه حالا دلوقتي فين الكاس؟ الكاس اللي محمد صلاح هيرفعه النهارده ان شاء الله، كاس الكوبا دي ري، كاس ملك اسبانيا. ريسكو على طول، رونالدو على الاحتياط، راشفورد على الاحتياط، ونلعب ببدل اللعيبه. فالله الله الله لو طار مارتينيز يلا بديل رونالدو يلا. اوه اسات نيمار 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 ديونج ديونج لصلاح يلا ولا لوطارو كمل على لوطارو لكن تزلل اصلا يا جدعان في ايه في يلا يلا فين كابوسي ده كابوسي ده مش كل ماتش هنقعد نقعد نتعصب فيه كده يلا ها ها ساتر يا ساتر حرفيا اتلتيكو مدريد الدفاعي مستعوذ علينا الماتش كله، ما عملناش اي هجمه، ما لمسناش اي كوره، مش عارف في ايه. يا الله لا 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 الحمد لله الحمد لله. نيمار يلا يلا نيمار روح نيمار روح نيمار نيمار لصلاح، صلاح لوطارو، لوطارو لصلاح. اوكي اوكي محمد صلاح محمد صلاح يلا ابو صلاح عشان ترفع البطوله ارفع. روح ابو مكه روح نيمار الله ها ها نيمور يا ساتر يا ساتر يا ساتر على نيمار خطر والله اعلم والله اعلم يا بوم 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 يا ارجو الله هدف عالم شوف نيمار شوف نيمار راح لما راح راح نيمار بوم بوم في الزاب الجول الزاب الجول لا لازم نشوفها تاني بص في سقف الجول مستحيل على وبلك مستحيل لا لا نيمار نيمار معوض ميسي وبزياده نيمار معوض ميسي وبزياده والله لا 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 الله عليك يا تريشتيجن الله عليك يا تريشتيجن. اوكي الشوط الاول انتهى لكن حكم ريخا مش عايز يخلص. اوكي انتهى الشوط الاول 1-0. اوكي نيمار تعب جدا هنطلعه، نيمار تعب جدا جدا في المباراه هيطلع وكريستيانو برضه هينزل. والله عايزين نحافظ على المكسب، عايزين نحافظ على المكسب ونجيب هدف ثاني يلا. فيدال ارتورو 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 روح ارتورو روح ارتورو ها فرينك فرينك كريستيانو والله يا فاندي بيك فاندي بيك لكريستيانو اول بطوله على طول اول بطوله على طول من بطولات الثلاثيه الثلاثيه على طول ان شاء الله الموسم ده ان شاء الله. شوف 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 فاندي بيك شوف فاندي بيك لرونالدو بوم بوم اختفى كريستيانو اختفى بس يلا يلا اخر ثانيه اخر دقيقتين اخر دقيقتين على اول بطوله لينا في الموسم اول بطوله مع ان خدنا السوبر الاوروبي لكن اول بطوله رسميه من البطولات الثلاثه حرطتها حرطتها يلا الله اوكي خلاص خلاص حكم خلص الله ليتس جو ليتس جو على طول نكسب اول بطوله بطوله الكوبا دري ليتس جو في مكه عالمي عالمي نلعب ماتشين ورا بعض على طول محمد صلاح هو اللاعب الوحيد اللي لعب الماتشين ورا بعض بالدقيقه الكامله بالدقيقه الكامله محمد صلاح يقوم برشلونه رونالدو يقوم برشلونه نيمار يقوم برشلونه عشان يقعد يقول اولي 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 الله الله يلا يا جدعان يلا يا جدعان يلا خش خش
كل واحد بيستلم الميداليه دلوقتي، كل واحد بيستلم الميداليه عشان محمد صلاح يخش يرفع الكاس. اديت محمد صلاح شرط القياده عشان هو اللي يرفع الكاس. يلا يلا كله يستلم الميداليات. يلا ابو صلاح خد الميداليه ابو صلاح. يلا خش وتعال. يلا ابو صلاح. يلا ان شاء الله الحلقه الجايه، ان شاء الله الحلقه الجايه ان شاء الله هتكون الحلقه الاخيره من سلسله كاري مود، لان الدعم قل جدا عليها، قل جدا بعد ما مليت الفريق نجوم. ان شاء الله الحلقه الجايه من سلسله كاري مود هتكون الحلقه الاخيره، ان شاء الله الحلقه الجايه هتكون الحلقه الاخيره. هنلعب نص النهائي، ولو وصلنا النهائي هنلعبه الحلقه الجايه، يعني هي دوري ابطال اوروبا لو وصلناها هنلعبه الحلقه الجايه. فالحلقه الاخيره هتكون الحلقه الجايه، فلو انتم متحمسين للحلقه الجايه اتفضلوا لايك، لان الحلقه الجايه هي الحلقه الاخيره وبس. لكن في الفيديو كان معكم عبدو. سلام.